دلوقتي هنروح مع حضراتكم لليندا تقول لنا اخبار الطقس ايه النهارده بالتفصيل. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير، اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وحر على باقي الانحاء. النهارده لسه مستمره معانا ارتفاع معدلات الرطوبه، ده غير انه في نشاط للرياح احيانا على بعض المناطق. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس مع دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. يعني بقى لنا كام يوم البلاد بتشهد استقرار نوعا ما في الاحوال الجويه، الاستقرار ده مستمر معانا لحد امتى؟ واحنا بالفعل بنشهد اجواء صيفيه مستقره على كافه انحاء الجمهوريه، واقع كامل معانا على مدار هذا الاسبوع، لان احنا متوسط درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه او اعلى من المعدلات بحوالي درجه لدرجتين، لان متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، لكن في استمرار طبعا في ارتفاع نسب الرطوبه اللي دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات. كمان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جو الطبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبدور بيحجب طبعا جزء من اشعه الشمس فبيحسن من تاثير اشعه الشمس، عشان كده احنا فترات النهار بالفعل بنحس بالاجواء الحاره الرطبه على اغلب المناطق الشماليه، لكن المناطق الجنوبيه الموجوده في الشمال وجنوب الصعيد بتشهد ارتفاعات في درجات الحراره واجواء شديده الحراره الرطبه خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ده بيكون عظمة الرطوبة واللي بتتجاوز فيها الرطوبة 90 و95% على السواحل الشمالية، بتتجاوز 80 و85% على القاهرة الكبرى، فخلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بنحس بالأجواء المائلة للحرارة الرطبة على أغلب مناطق الجمهورية، لكن فترات المساء مع ساعات المغرب تحديدا والساعات الاولى من الليل بيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح ده بيساعد بشكل كبير جدا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، فبالتالي بحس بانخفاض درجات الحراره فترات المساء. الاجواء دي زي ما قلنا مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع، متوسط درجات الحراره ما بين 34 وال 35 درجه مئويه، المحسوسه ممكن توصل ل 36 37 درجه مئويه على القاهره. طب يا دكتور امتى هنحس ان نسب الرطوبه تبتدي تنخفض شويه او تدريجيا؟ هو طبعا مع اقتراب فصل الخريف، فصل الخريف متوقع يبتدي 21 سبتمبر، مع اقتراب فصل الخريف الاسبوع الثاني او الثالث في شهر 9 تبدا تدريجيا نسب الرطوبه تنخفض، تبدا كمان درجات الحراره تتجه نحو الانخفاض، لان دايما فصل الخريف معروف بالاعتدال في الاجواء، اعتدال في درجات الحراره وكمان نسب الرطوبه. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده هتكون من القاهره، بتسجل العظمى في القاهره 34 والصغرى بتسجل 25، الاسكندريه العظمى 31 والصغرى 25، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى بتسجل 23، سيوة العظمى 37 والصغرى بتسجل 23، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25، دمياط العظمى 30 والصغرى بتسجل 25، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 24، السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 25. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 32 والصغرى بتسجل 24، طابة العظمى 39 والصغرى 26، سانت كاترين العظمى 36 والصغرى بتسجل 20، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، الغردقة العظمى 38 والصغرى 28، الفيوم العظمى 36 والصغرى بتسجل 26، بني سويف العظمى 38 والصغرى بتسجل 26، المنيا العظمى 38 والصغرى بتسجل 26. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 39 والصغرى 26، سوهاج العظمى 41 والصغرى بتسجل 26، قنا العظمى 43 والصغرى بتسجل 27، الأقصر العظمى 44 والصغرى 28، أسوان كمان العظمى فيها 44 والصغرى بتسجل 29، الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى بتسجل 26، شلاتين العظمى 39 والصغرى بتسجل 28، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 27. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ريت.